جوا مكان هبو ما اللي في تاني ظاهر وباطن بفارزت أم حديث إمام مسلم روايتي كدوا لا عبد الرحمن قري عبد رب الكعبة نفرمي شوما حرام شوما كعبة يعني دورو بري كعبة مثل حرام رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا والناس مجتمعون حوله بينيم عبد الله كري عمري كري عاص رضا يخواي قوري لي بيت دا تنشت كعبة دانشتو مسلمان نش دوريان داوة دوريان داوة بس حديثي بيعمري هو ذكرزن عليه الصلاة والسلام نفرنا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر إما لقل في عمري خواه عليه الصلاة والسلام لسفره كيف هذا لك عبد الله يقرأ عن ذكر عاص دفر مي دشوين إقلام عن دابو هل يكمل مشتك ومشغول بو النادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة والصلاة جامعة بعد ذلك عمري خواه عليه الصلاة والسلام بانجي كدين ورنكور بنوا يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دواي أوا دفرمي حديثي چي بو باس كدين سي آموش غالي چي كدين آموش غالي كبري دي لچي فرمي صلى الله عليه وسلم إخوة يوري لسر بي إنه لم يكن نبي من قبل في أمة قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم هيك في غنبر إلا في جمل لأمتان ترناها توا وعلينا توا إلا حق ولا سري واجب ولا سري تشيب كات أم دوش تبكات يكب أمتك فيري خير ترين شبكة خير ما يعلمه لهم تشتيك أو بيغنبر زاني بيتي بو أمتك خيرة هوا فيري كدو بورون كدو لاتو تيجي عندو وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإلا إن ذاري كردون ترسان دوني ورياي كردون توا لو شريك زانيوية أو ملة أو قوم أو قلي خو الشر فما وقفيك بعد سلام برقية بكي دعي انتقال لكي بو برقية دو مسيح وشواري من شعب كواتا كامبران عليه الصلاة والسلام أنصح الناس بم وقوم خويا لهمو كسب يا عمبران عليه الصلاة والسلام درسوز تربون بقومك يا ودرسوزي يا عمبران لا تشيد هذا الكتب عليه الصلاة والسلام تشتيك خير بي هر تشي خير بي بقومك يا خوان يا المشتوى بوم التي خوان يا المشتوى نصيحتي يا الكردو أو بكم شاك وتشتي تشي زلالي بو أو قوم ينهبوا بي بوم التي ينهبوا بي إلا ورياء كردو لتوالي أمج ناصح أمين أبو يتمجد أجل زور بي في عمر عليه الصلاة والسلام لأخيري في مكان لدرن شيء وأنا لكم ناصح أمين ناصح أمين أمج قالي كاري شيء شون دول صوص أمين خيانك وناك في أبطال لناك ما يقوم أمين أجل بيته بلا ورد بكين يعني أمره في سيارة لخوما بكين آية أو خزمتيك في عمران عليه الصلاة والسلام بقوا مكان إخوان يعني كردوا قولة ترى يا أم خزمتك يا فاتشا كانوا دا صلاة دارا كان كردو يانا كان يان يغمران عليهم الصلاة والسلام فلا مخوف يغمران فهريا النبوة جاد دبو خلق كان فهريا النبوة مثلا زوري كان بير بو خلق ليدان فهريا النبوة مثلا بول منبلا يخستخاني كان طلين راستا جاد دليدان بير خلق كان دنو نخوش خانا دروس كردنو أو أنا هموي كاري باشو لمصلحتي خلق ده والله أم لو أنا لهل هموي خير ترتشي هدا داني خلق إخراج الناس من الظلمات إلى النور لكذني خلق لتاريكا يكان وبورو ناشي زور قولة ترى لو إيكا تو جاديكي بو تخد كي قاتي بقرنا بيتو بسر جاديكي قردار بولات تو هدايتي دي بوسر رقاي راست كبرو بحشت إخوا دي باو لجهنم دي بارزي زور لو قولت له هدايتي دي چي بو سر جادهي چي في السيارة كي بسر جادهي قرداء بروات شفاي نخوش يكاني ضلو
عقيدتك بدي زور قرين ترى لو شفاء لا شيء بدي علاجي لا شيء بكيت بقشتي بلا كانم لا اسلام دا خزمت كردني خلق بهمو بواري شي تشاك خراب ني اسلام دا سوشي لي دكا فلام لها هم ام خزمت انا قبل تر خزمتي تشيا خزمتي هدايات خزمتي هدايات قبل ترينيتي بوشي لسنا وقفة مكرت شو كذا بينين ملحد وكافر ومرتد وبيدين وعلمانيا كان دائما لقدر قيمتي دعوة إسلامي كم ذا كانوا إيوش كان تدوه ملة إيوش خيرك تان هيبو ملة أقربيتو شو إنكم تاني في غمبران عليكم الصلاة والسلام ببن بسبب هدايتي يكس لجهنم رزقاري كان قولتين خزمتي عندي في الدوام اگر تو بیت 100 دفتر دلار دیت نفره، بالام یه چیک بیت، بس دستی بگری لکفر و داری بینی بو ایمان، کمی گورت را، او دوم گورت را، او مالو بنون و دنیای جدی آورد، بالام اوی که گرینگ بو او شخص له همی گرینگتر، اما هر کسی که عقلی هبید، پرسیار لذت بری خود که، هم موبایل بگال تدرج نکرده، ایشی کی پی برو. اما اینکه با گالت دروز نکردم، اما اینکه با گالت دروز نکردم، حموش تیک دلیل با آوش دروز کردم. ای تو مرغ با چی دروز کردی؟ نه به پرسیار که. گالت دیو زنی تو باش تیک دروز کردی. چه پیدا دل تو با چی دروز کردی؟ و دست دگری با گیشتن با آماده که تو لپی نوید دروز کردی. پیامبران علیه مسلاط السلام. کوانتا امی اهلی اسلام نالین اویکا. ده صلات دار كان ودولة من ده كان ده يكن وخدمتي من لد كانت خرابة هوي كلا برجودي من لد دابت بيجا أنا شرع إخواني من أنا خراب بلمنا قات الربعي أو خدمتي كا إسلام بخلق ديكات إسلام أو خدمتي خلق ذكاء نادت حر عشري هر مقارنة ناكرت كشي لقلا وجد بيت يعني تهويلي أم جانب بكيت وجوري كيت وكأقما تفشاك بون منا حكومات يا د صلات داران یا نظام چی بو خلق دکن اسلام چی بو خلق کړو اسلام توی له اجالتی رزګار کړو کډو دی ګمرو وک وکمرو بجید نه وکو اجال بجید اما هل دنیا خود خوای ګور د فرمه اولایک کن انعام بل هم اضل انسان که به اسلام او نبی خوای هدایت یدا له اجال ګمراتره والله له اجال ګمراتره او اسلامي انسان دکات انسان دکات انسان که او خواهی انسانی درست کرد او خواهش اسلامی نردوه که وقتا انسانیتی تواوی تو لإسلامتی کد داره انسانیتی تواوی تو لإسلامتی کد داره او مصنعی کساری یک درست دکا پیشت دلید یکسر اما شوینی رونی تی دبی رونی تیکی اما شوینی بنزین دبی بنزینی تیکی اما شوینی آو دبی آوی تیکی که وقتا تواویتی او سهره لو دا بقصی مصنع کب کی فعلا بی آو لویکی رون لویکی تو بنزینش لویکی انت لك سياره نروى يا بعكس نروى توابتي او انسان لو دا او شتيك اخوا فرميتي دبي او مروفه او بجي او بك او بك لو دا توابتي مروفه لان انسان اسفل سافلين اللي درد شي دشي تحرج ولا اجون كم ترد بيت كواتا في عمران عليه الصلاه والسلام او ايش يا ابو هكا سي شي شوين كنت في عمران بي عليه الصلاه والسلام دبي او ايش بي ناصحي امين بي بو خلق يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم أما وقفيك من حديثك دوم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هل حديثك ذا فرموي دعاء وفرموي وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فرمي أو أمتي إيوة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بالصحابة دلكوي كردونة ولا سفرك دان دوري اللي داو فرمي أمتي الإسلام جعلت عافيتها في أولها عافيته سلامتي وباريس ترابيتي لا بداية كيداية بويا سلفي صالح كصحابة ومتابعين وبتابعتي سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار خيري مسلمانان بون باشتريني مسلمانان بون خواي قولا عافيتي بيدان لهمو شبهيك عافيتي بيدان لهمو شهويك عافيتي بيدان لهمو انحرافك دينك كان لعافيت دابو سلامت بو وسيصيب آخرها آخر أو أمتها كما لا آخر أمة شيء تشي أمة الإسلام ده ببلاء وأمور تنكرونها بلاي زوري بسرد
شتي وادي كتنكرونها يعني امر اي صحابه ايوه اشتانا بمنكر دزانا شو فعلا منكر كماتا آية أو ديني كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أولي أمد لسيريبو باشترا يا أو دين داريتيك أمرو أو هم منكريك تيكاليبوا بيقو من أو كاد باشترا وسيصيب آخرة بلاء أمور تنكرونها باشا دي تشيبكين كأو بلاء منكرة دير بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرقوا إنها ستكون فتن لأخير زمان دا فتن زورتن هر رجي فتنك وهر رجي لزيار شعارك وهر رجي بنابك وهر رجي للان كسانك فتنك ديت بناوي دين بناوي غير دين لجانب شبهة لجانب شهوة لهمور واقعيك شبهاتي وادروج دكري إستا يعني جاران باكو باكير من عمر ياندش دواء نبستو إستا شنك بخوي انترنت وبخوي أو وسائلانا چي شبهة يكو دكريتو ومواقع بودا دراو بلاو دكريتو نام مسلمان عنده جنجي مسلمان تيك دلده أما جانب الشبهات جانب الشهوات جاران جنجك ويست بايبون منا آفرتك ببينه تبو تي بزاني روش بيتو أو جاب روش بشي لزرقا كي راوستيتو هاي أمرو آفرت ديت الدلو ناية الدلو هاي كحات الدلو تي باري أو اللحظة يكدي بيني ناي بينيتو أو أبو جاران أي أمرو شونو براكم أمرو هل بردستي خود دا هل كسي بيه موبايلكي شي بيقول لهم موبايل ده دتواني فسادي ببينت فانا رب العالمين كباتا يعني او فتنانك هاتو زور قوليا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام باسك الدعاء وانها ستكون فتن فيرقق بعضها بعضا فتنة كان كدين هل فتنة كأمرو دي فتنة دويني ببتشوكو ناسكو لاواز دادنيت يعني امرو استاتول فتنة دا لواقع داهايا زور من بلاوة السناك بياني أو فتنة كبياني دي اللي هي أمره قبل ترى دوينة فتنة كأمره ما لها هر دلالي كوره هيجنبو كاك هم فتنة دوينة اللي هيجنبو فنا بخوا هم إيستا بلاوة ولا ناو خلق دا أما كارا ساعتا أما كارا ساعتا برا كارم بونو منا أمتي إسلاميان مجغول كربتشيوا ياري تو بي بي أو خلق كومي سيني لكا بصور بلا ما ناو قبل بوانيا استا یاری که تو الانترنت و که پوبجیه، بزنن چیل حمول شونی خود بنج با. اگر احصائیه بکری تو تماشای که چند میلیون کسبی او مشغوله، هر کس. دچیت هر مالک او بنج. سر موبایل که بنج. تو آقایی کس نیه، برای آقایی برایی. دایکو کرو کچو باو آقایی اکتر نیه. زور بی مال چند مال من چون، و اللهی. شكواه ان كردو من على كما عبد الله اوا عبد الله اوا جهر وجيب الشوازك براكان فتنه ديت وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتنه ديت غبت ذكاء دلي اعم فتنه بهلاكم دبا ام فتنه بهلاكم دبا طواب لما درناش ثم تنكشف دواي دروا او دروا او فتنه دروا وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه دواء فتنة يشتر ده لو يبيشوا بقوة تر إيمان ده ضل أما 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 هرتواه الرزقار من أبيلي وفعلا كل فتنة يشجده كمالك لقال خوي وكل لفاف كمالك قادة مالك حرف فتنة كده كمالك قادة مالك فتنة كده كمالك قادة مالك بو إيماني أو خلكنا زوري مبنية على سر علم وتقوى